السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم طلب كثير من المتابعين، طريقة عمل العشار التازي عشار البوفيهات بطريقة سهلة وناجحة وبدون ما يشربوا الزيت، وطعمهم مرة حلو. ولمعرفة طريقة عمل العشار التازي تابعوا خطوات العمل. ولعمل العشار التازي بنبدأ أولا بنخل الدقيق الأسمر، وهو مكون من المكونات الأساسية للعشار. بنحتاج 2 أكواب معيارية دقيق أسمر. بننخل الدقيق من 3 إلى 4 مرات، لأن الدقيق الأسمر فيه كمية من النخالة، فلو خلينا الدقيق الأسمر بدون نخل أو نخلناه مرة واحدة بتبقى نخالة الدقيق الأسمر، وده سبب من الأسباب يلي بتخلي العشر يشرب كمية من الزيت. لذلك بننخل الدقيق الأسمر من 3 إلى 4 مرات قبل العجن. وبعد النخل بنحط الدقيق في وعاء جانبا لوقت الاستخدام. وبعدين بننتقل لمرحلة العجن. بنحط في وعاء العجن كوب ماء ونصف كوب حقين يلي هو اللبن الرائب، وممكن كمان نحط نصف كوب زبادي، وبنضيف ملعقة كبيرة حليب بودرة وملعقة كبيرة سكر. طبعا الحليب البودرة والسكر مكونين اختياريين، لكنهم بيعطوا لون حلو للعشار، وكمان بيخلوا العشار يتحمر بسرعة وما يظل فترة طويلة في الزيت، لأنه لو ظل العشار كثير في الزيت ده سبب من الأسباب يلي بتخليه يشرب الزيت. وبنضيف رشة حبة سوداء ونصف ملعقة كبيرة ملح. وبعدين بنخلط المكونات تمام، وبنضيف عجينة مخمرة مقدار نصف كوب. طريقة العجينة المخمرة: في وعاء بنحط نصف كوب دقيق وماء، وبنعجن حتى تتكون معانا عجينة ملتمة، وبعدين بنحطها في حافظة محكمة الإغلاق لليوم الثاني، وبنستخدم العجينة في اليوم الثاني في العجن. ملاحظة مهمة: أنا أضفت مقدار نصف كوب من العجينة المخمرة تخمير طبيعي لأن الجو بارد. إذا الجو حار اكتفوا فقط بالحقين أو الزبادي، وممكن تحطوا ربع ملعقة صغيرة من العجينة المخمرة إذا تحبوا العشار فيه شوية حموضة. وإذا تحبوا تسووا العشار بوقت قصير، حطوا نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية، وبعدين خلوا العجينة تتخمر من 1.5 إلى 2 ساعات. وبعد ما أضفنا العجينة المخمرة بنحط الدقيق الأسمر المنخول و2 أكواب دقيق أبيض، وبنخلط تمام بالإسباتولا حتى يلتم الدقيق ويسهل علينا العجن. وبعدين بنعجن تمام مع إضافة الدقيق الأبيض بالتدريج حتى تصير معانا عجينة ملتمة ومتماسكة. أنا استخدمت مقدار الدقيق الأبيض بالكامل. مهم جدا يكون قوام العجينة متماسك حتى ما يشرب العشر الزيت، وكمان لأنه بنخلي العجينة ليلة كاملة، ومع الوقت الطويل في التخمير بترخي العجينة شوية. لذلك بنخلي العجينة متماسكة، وبنغطي العجينة وبنخليها ترتاح مدة ساعة كاملة، وبعدين بنقلبها. وبعد ما نقلبها بنغطيها تمام، بنخليها تتخمر مدة 10 ساعات. مثلا بنعجن العجينة الساعة 10 بالليل، اليوم الثاني بالصباح نشتغل في العجينة الساعة 8 أو 9. واليوم الثاني ومثل ما تلاحظوا العجينة مختمرة وصارت جاهزة نشتغل فيها. طبعا التخمير تخمير طبيعي بالعجينة المخمرة الطبيعية. بنقسم العجينة إلى كرات متساوية، بنرش الصحن يلي بنحط فيها الكرات بالدقيق، وبعدين بنقسم العجينة إلى كرات متساوية. حجم كل كرة حوالي 50 جرام. وبعد ما خلصنا تقسيم العجينة إلى كرات متساوية بنغطيهم وبنخليهم يرتاحوا مدة 10 دقائق قبل الفرد. وبعدين بنفرد الكرات بسمك وسط، وبنسوي شقوق بالسكين لنص كل حبة كرة مفرودة كما هو موضح.
وما بنخلي السمك رفيع بزيادة ولا غليظ بزيادة. سمك الكرة المفرودة مثل ما هو موضح. طبعا الفرد والقلي يكون بنفس الوقت، مثلا نفرد كل 4 كرات مع بعض وبعدين نقليهم مباشرة وكذا حتى نخلص. وبعدين بنقلي العشار بزيت ساخن جدا مع تقليب العشار في الزيت مثل ما هو موضح. طبعا مهم جدا يكون الزيت ساخن حتى ما يتشرب العشر الزيت، فلو حطينا العشر والزيت بارد بيتشرب كمية كبيرة من الزيت، لذلك مهم جدا يكون الزيت ساخن. وكذا شكلهم بعد ما خلصنا قلي، ما شاء الله شكلهم يفتح النفس وطعمهم لذيذ جدا، والرائحة رائحة العشر التعزي البلدي. يقدم العشر التعزي مع الشتني يلي هو السحاوق، أو ممكن نقدم العشر مع الشاي مثل ما تحبوا. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.